ماشي اوكي. بالاستاذ الدكتور ايمن شبايك. هو ايه 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 رئيس وحده ايه ايه طيب باشا يا باشا النور. الدكتور ايمن هيكلمنا النهارده الايرلي بيك اب اوف مالينسي ان تشيلدرن اند جيرني تو كومبليكيشن. شكرا شكرا يا دكتور ايمن. ممكن نبدأ لو سمحتم؟ ممكن نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم لكم نفسي، أنا دكتور أيمن شبايك، بيدياتريك أند نيوتال كونسلتنت أند هيد دكتور أوف بي كيو أوف دار السلام أونكولوجي سنتر. أحب الأول طبعا أشكر أخويا الدكتور محمد بدوي على الاستضافة الجميلة وعلى نجاح المؤتمر للسنة الثانية على التوالي، وكان مشرفني برضو أو بتشرف بحضوري في السنة اللي فاتت، ودي السنة الثانية بشارك في النجاح ده. طبعا أخويا الدكتور هشام علي رئيس المؤتمر طبعا بشكره على الدعوة الكريمة وعلى مشاركتي معاكم، طبعا ده شرف ليا. يعني أساتذتنا الكبار طبعا دكتور عاطف دنيا، مش عايز أنسى حد، يعني دكتور عاطف دنيا، دكتور مفتاح، دكتور محمد عبد المليك، دكتور محمد عبد المحسن، مش عايز انسى حد يعني. فشرف لي طبعا وجودي معاكم. يمكن بحكم شغلي كرئيس لوحده البيدياتريك اي سي يو في دار السلام انكولوجي هوسبيتال، بنشوف حالات انكولوجي كتير. يمكن اكتر حاجه بنشوفها حالات اللوكيميا. طبعا الحالات دي بتبقى فيري ميزرابل، والنهارده هنتكلم ناخد نبذه صغيره كده على الايرلي بيك اب اوف كانسر تشايلد اند جيرني تو اتس كومبليكيشن. الصوره اللي قدامنا دي مش عارف حد منكم ممكن يعرفها. فعلا فعلا دكتور محمد، ده انا بعتبره الصف الثالث لطب الاورام في مصر بعد معهد القوم الاورام وبعد مستشفى 57. في صرح ثالث اسمه مستشفى دار السلام او للكانسر او كانسر دار السلام هوسبيتال. المستشفى دي اتبنت من حوالي 8 سنين، اتبنت كجنرال هوسبيتال، بعدها بسنتين جاء قرار من رئيس الوزراء انها تبقى فور اونكولوجي اونلي. فيها اسم اطفال في بيسعى ل 21 سرير، فيها طبعا امرجنسي يونت، وهي بتعالج يعني جميع الحالات اللي سواء بيدياتريك او ادلت. المستشفى بتخدم مئات من الحالات كل يوم، بيجوا لها في الاوت بيشنت كلينيك او في الامرجنسي يونت، والبيدياتريك وورد برئاسة الدكتور عماد عبيد. انا بتشرف طبعا بان احنا بنشتغل معاه وان احنا one of our of his team. المستشفى دي بتخدم فعلا قطاع كبير جدا او قطاع عريض من الحالات الكانسر، وكان يمكن كان الباك بون بتاع المعهد القومي للاورام لما كان بيحصل فيه تجديدات، بس دلوقتي الحمد لله التجديدات انتهت فابتدت الحالات يمكن تهدى شويه، بس هو ستيل برضه هو صرح كبير لمعالجة الأورام. أنا بالنسبة لي كبيدياتريك آي سي يو بنشوف طبعا أي طفل، يعني لما الأسرة تعرف إن في ابنها عنده كانسر طبيعي بيبقى في حزن شديد جدا، لكن أنا جاي النهاردة أقول معلومة أو خبر كويس. لو طفل اكتشف إن هو كانسر، بالذات الكومنست كانسر في البيدياتريك إيج جروب اللي هو اللوكيميا، الحمد لله النسب النجاح دلوقتي وصلت تقريبا ما يقرب من 90%. العلامه اللي احنا شايفينها دي علامه الكانسر، واحنا بنقول ان الحمد لله في يعني تقدم كويس في الكيموثيرابي وفي البون مارو ترانسبلانتيشن. ويمكن دي من الحاجات او المميزات الكانسر هوسبيتال عندنا ان بتعملها، ان فيها وحده للبون مارو ترانسبلانتيشن. دي طبعا حاجه مش موجوده كتير على مستوى الجمهوريه، وده شرف لينا ان احنا بنشتغل في مستشفى زي كده. عايزين نبتدي على طول ونقول واتس كانسر. كانسر باختصار كده ان الخليه اتجننت. هل ده ممكن يحصل لخليه او ممكن يحصل لاي خليه؟ طب ايه المشكله؟ يعني ممكن يحصل خليه تتكاثر زياده، المشكله ان هي بتنفيد السراوندنج اريا. عشان كده نقول كانسر از ا ديزيز ان ويتش سام اوف ذا بودي سيلز جرو انكنترولبلي اند سبريد تو اذر بارت اوف ذا بودي اند ات كان ستارت اولموست اني وير، ما بتفرقش اني وير in the human body which is made up of trillions of cells. Can baby survive cancer?
نيروبلاستوما وتراتوما النيوبون are usually very treatable and most children are cured. Infantile leukemia is hard to cure or to be treated, but again with aggressive therapy we are able to cure many of them, especially nowadays. Is cancer worse in children? Childhood cancer tend to be more aggressive and progress more rapidly than adult cancer. ودي يمكن العيب اللي هو في البيدياتريك كانسر ان هو بيبقى مور اجريسيف وبيبقى البروجريس بتاعه مور رابيدلي زان ادلت. يمكن الادلت بياخد سلو كورس شويه. But with some exception childhood cancer respond better to certain treatments than adult cancer do. Why does pediatric cancer happen? في كلمه واحده due to gene mutation. واكبر دليل لكده ان حالات الداون سيندروم اللي هي بتبقى اساسا فيها مشكله في الكروموزوم 47 بتبقى الانسنس اوف كانسر سبيشالي الليكيميا بتبقى 20 تايم مور ذان اذر او نورمال بيبيز. عشان كده بنقول تشيلدرن اجينيتك كونديشن ساتش از داون سيندروم كان سام تايم انكريز ذا ريسك اوف كانسر اند كيد هو هاف هاد كيموثيرابي اور راديشن تريتمنت فور كانسر ار مور لايكلي تو جيت كانسر اجين. موست كيس اوف تشايلدهود كانسر هابن بيكوز اوف راندوم ميوتيشن زي ما قلنا من شويه او تشينج ان ذا جينز اوف جروينج سيلز. What is the most common cancer? لازم نعرف ان the commonest cancer او commonest pediatric cancer is leukemia, whether acute lymphoblastic leukemia or acute myeloid leukemia. The second most common cancer is brain tumors. Third commonest cancer is lymphoma, whether Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma. Are childhood cancer rare? Child cancer is rare disease فعلا. About 15,000 cases diagnosed annually in the United States. An individual younger than 20 years. بس عايز اقول معلومه هنا ان تقريبا ان كل 294 طفل نقول يعني تقريبا كل 300 طفل بيتولد ممكن طفل منهم يجي له كانسر. عشان كده عايز اقول معلومه مهمه جدا ان معظم مستشفياتنا سواء مستشفيات الجامعيه او مستشفياتنا في وزاره الصحه بنلاقي العياده ممكن يجي لها 300 طفل عادي كل يوم. لازم كل دكتور اطفال يكون قاعد في العياده عارف كويس قوي ان من ال 300 اللي هيجوا له دولت في طفل منهم ممكن يكون عنده كانسر. وده رساله اللي انا عايز اوصلها النهارده ان بقول يا جماعه ان دكتور الاطفال لازم يكون يعرف كويس قوي ايه المانيفيستيشن اوف كانسر سبيشال كومنست فورم اللي هو اللوكيميا ايه المانيفيستيشن بتاعته وازاي يقدر يو بيك اب الكيس دي ويقدر يعمل لها البروبر انفستيجيشن بعد كده بيحولها للانكولوجي هوسبيتال عشان تو بي بروبرلي تريتد. يمكن ده جرام مبين الحالات الكانسر. طبعا مبين هنا ان الكومنست كانسر از لوكيميا السكند كومنست كانسر از سي ان اس تيومرز وبعد كده عندنا الليمفوما وبعد كده في اذرز بقى زي السوفت تيشو تيومر نيوروبلاستوما رينال تيومر زي ويلمز تيومر في البون زي ايوينج ساركوما او اوست ساركوما ابيثيليال تيومرز جيرم سيل تيومر ريتينوبلاستوما وليفر تيومرز وفي اذرز. طبعا دو تشايلدهود كانسر كم باك childhood cancer survivor have slightly higher risk of developing a second cancer at some point even if the original cancer does not come back. Many things affect the risk such as the type of first cancer treatment given and any genetic risk. بمعنى ان لو انا بعالج cancer patient وبدي له chemotherapy في increased instance of recurrence بتبقى very high. الكيموثيرابي ذات نفسه او تعرضه للكيموثيرابي او ساعات الراديشن بيخليه مور ريسكي ان هو يجي له كانسر اجين. كان فيتس جات كانسر ان سم سيركمستانس تيومرز كان هارمز فيتس باي ريكوايرنج سيجنيفيكانت بلاد سبلاي. اكشوالي هو مش بيبقى مالجنسي على قد ما هو بيبقى بيأثر على البيبي ان هو بياخد البلاد سبلاي بتاع البيبي وممكن يعمل له هارت فيلر او هيدروبس فيتاليس والماجورتي منهم بتبقى بناين جاست بتبقى لو ريموفد خلاص يعني it cannot harm the baby anymore. وكانسر ان ذا فيتس جنرالي از اكستريملي رير دايما لو في كانسر بيبان افتر بيرث. طب ذات تشايلدهود كانسر ران ان فاميليز يس ا سبستانشال نمبر اوف تشيلدرن وذ كانسر كاري كانسر بريسبوزينج ميوتيشنز انهيرتد فروم ا بيرنت اكوردنج تو ذا نيو ستادي ببلشد باي وينزداي ان نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. عايزين نقول ان لو في اسره ظهر فيها حاله كانسر بيبقى هو في هاير انسيدنت ان الفاميلي كلها ممكن يحصل فيها كانسر تاني. عشان كده لازم نخلي بالنا
الحالات دي بالذات، ان لو في حاله كانسر فاميلي لازم نعمل بروبر انفستيجيشن تو ديسكفر الايرلي كانسر او بريدكت الايرلي كانسر اند تريت ات بروبرلي اند ايرلي. ايرلي تريتمنت حالات الكانسر از فيري امبورتنت. اس بي تي اتر كانسر كومن زي ما قلنا قبل كده، تشيلدرن بورن ان ذا يونايتد ستيت 1 every 285 will be diagnosed with cancer before they reach age 20 year. زي ما قلنا من شويه قلنا تقريبا حاله لكل 300 حاله طفل بيتولد ممكن يكون عنده كانسر. Advanced in treatment have increased survival for many children and cancer remains second leading cause of death in children aged from 1 to 14 years after unintentional injuries. يعني يعتبر اشهر second common cause of death after injuries. طبعا injuries ب ب ب ب ب ب باشكالها المختلفه سواء burn, fall from height, accident, car accident, burn, drawing. How childhood cancer is different. عندنا types of cancer are different are likely many cancer in adults. Childhood cancer are not strongly linked to lifestyle or environmental risk factor. بنقول ان الاسباب الكانسر بتختلف في البيدياتريك ايدج جروب عن الادلت. البيدياتريك ايدج جروب غالبا بتبقى جين ميوتيشن، بعكس الادلت بيبقى ديو تو انفيرمنتال فاكتور، اكسبوجر تو راديشن، اكسبوجر تو كيميكلز. دي بتبقى اشهر اسباب في الادلت يعني. وين ار تشايلد هود كانسر موست اوفن دايجنوزد؟ كانسر تشيلدرن كان اوكير ات اني ايدج، لها بيك اوف انستنس، لها تو بيكس اكشولي. البيك الاولاني during first year ودي اشهر حاجه بتبقى نيوروبلاستوما، بعد كده في بيك تاني من 2 to 4 years غالبا بتبقى الليكيميا، وغالبا بتبقى اكيوت ليمفوبلاستيك ليكيميا. الانستنس بيدروب اجين في السكول ايج تشيلدرن اللي هو منهم من 6 ل 12 سنه، بيرجع الريسك بيزيد تاني في الادوليسنس اللي هو نقول من 11 ل 19 سنه. What are the types of childhood cancer؟ زي ما قلنا قبل كده أشهرهم اللوكيميا بنوعين الأكيوت ليمفوبلاستيك أو مايلويد ليوكيميا. Second common cancer أو second commonest cancer بين spinal cord tumor. Third قلنا الليمفوما whether Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma. Other common tumors also زي الونس tumor والنيوروبلاستوما الريتينوبلاستوما of the eye والبون cancer زي ما قلنا الأوستساركوما والإيفينج ساركوما. What are the signs of cancer in children؟ النقطة دي أو الجزئية دي أنا بصراحة أنا جاي عشانها، لأن زي ما قلنا قبل كده إن وظيفتي أنا كبيديتريشن أنا مش هعالج كانسر، أنا جاست إن أنا بيك أب الكيس أوف كانسر وأعمله ريفيرال للكانسر هوسبيتال. طب إزاي أقدر أبيك أب حالات كانسر؟ أنا مش أنا يعني مش كل حالة المفروض عليا إن أنا هكون بايونير، ولا على أتليست الحاجات الكومن. وزي ما قلنا أشهر ثلاث حاجات اللوكيميا والبرين تيومرز والليمفوما دي اشهر ثلاثة كانسرز بقى موجوده في البيدياتريك ايج جروب. على الاقل لو هنتكلم على الليكيميا ايه الكومنست مانيفيستاشن اوف ليكيميا؟ ارثرالجيا دي ابسط حاجه. طبعا ما فيش اشهر من الارثرالجيا، يعني نص الحالات اللي بتجي لنا في العياده الام بتشتكي ابني بيجي له وجع في العظم ورجليه مش قادر يمشي على رجليه. الارثرالجيا طبعا باي 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 سيمتوم فيري كومن، بس اي ماست تيك ات تو سيريسلي. انا مطلوب مني اعمل حاجه واحده بس، سي بي سي. السي بي سي هتاكد لي اذا كان الارثرالجيا ديت سيجنيفيكانت اور نون سيجنيفيكانت از ريجارد تيومرز. طبعا في انفستيجيشن ثانيه ممكن اعملها لو انا شاكك في حاجات زي روماتيك فيفر، روماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس. لكن انا بتكلم على التيومر، لو في ريكارنت ارثرالجيا هنا لازم اي ماست تيك ات انت كونسيدريشن، سبيشالي بيبقى الاطفال بيجي لهم external tenderness. فهنا في الحالات اللي زي كده بعمل سي بي سي. هلاقي ايه في السي بي سي؟ سيمبلي بلاقي فيه انيميا، بلاقي فيه ثرومبوسيتوبينيا، والليكوسايتس ايذر هلاقي فيه ليكوبينيا يعني اقل من 4000 او ليكوسايتوزس، بس غالبا دي بتبقى بتوصل اكتر من 100000، ساعات بتوصل في حالات 500000 كمان. طيب هل لو انا لقيت حاجه زي كده ممكن اطلب حاجه؟ ممكن اطلب بريفرال سمير هلا فيها بلاس سيلز موجوده، وطبعا لما احوله للدكتور اورام طبعا هيطلب فيرزر انفستيجيشن، اهمهم طبعا البون مارو اسبيريشن اور موست ديفينيتيف لابوست مارو بون مارو بايبسي. طيب هل في مانيفستيشن ثاني غير الارثرالجيا؟ في كتير طبعا. كونتينوود ان اكسبليند ويت لوس، طفل كل ما يجي لي بزياره كل اسبوع اسبوعين الاقي فيه بيحصل ويت لوس، اكيوت ويت لوس، فطبعا ده ماست بوت انت كونسيدريشن.
حالات ال الفيفر بريسيستنت فيفر، لما الاقي طفل جاي له فيفر اكتر من اسبوع اي ماست تيك ات سيريسلي واعمل له اتليست سي بي سي. طبعا لو قدرت اعمل له سي ار بي او سيبسيس ورك اب ماشي، بس انا بتكلم على الحاجه ان هاو تو بيك اب حالات الكانسر بالذات الليكيميا، بعمل له سي بي سي، وسي بي سي هي بتدلني اكتر اذا كان في فعلا ليكيميا ولا لا. از ريجارد البرين تيومرز، ايه اشهر حاجه في البرين تيومر؟ الهيدك. بيبقى الهيدك له نيتشر معينه، بيرستنج النيتشر، لما تيجي تقول لي او الطفل يجي يشتكي يقول لك مش قادر، يعني بيرستنج من الطفل مش قادر يستحمل الهيدك ده، وغالبا بيبقى ايرلي مورنينج. كمان مع الفوميتنج برضو بيبقى ايرلي مورنينج. بيبقى نوت بريسيد باي نيزيا، هو معظم اللي بيجي له فوميتنج تقريبا قبلها بيبقى عنده احساس عنده ميل للقيء. غالبا في الحالات اللي زي كده مفيش عنده النيزيا دي، مش موجوده، بتبقى صدن، ودايما بتبقى او معظمها بتبقى بروجكتايل، بيبقى ليها كاركتر معين. البلينج اوف فيجن طبعا الطفل بقى ما بيشوفش كويس، وهنا ممكن اوديه لدكتور عيون يعمل لي ريتو قاعين او فاندوسكوب، وبيبين اذا كان في بيكتشر اوف ليكيميا ولا لا، او البرين تيومر قصدي. طيب حالات الليمفوما، ايه اشهر حاجه بتبان؟ بتبان مالتيبل ليمف نودز موجوده اول اوفر ذا بودي. طبعا احنا عندنا لازم نفرق ما بين الكرونيك نان سبيسيفيك ليمفادينايتس، اللي غالبا بتبقى فيري سمول، بتبقى غالبا اقل من 1 سم. دي طبعا اشهر يعني حاجه الام بتيجي بتقول والله انا عندي هنا في غدد ليمفويه بتيجي في الطفل، عادي بشوفها بلاقيها غالبا بتبقى اقل من نص سنتي. لو عايز اطمن زياده اطمئنان برضو بنعمل له سي بي سي، بس غالبا لو هي داخله حاله ليمفوما غالبا بيبقى الليمف نود تبقى لارجر ذان ذيس، غالبا بتبقى 5 سم 5 سم ان دايمتر اور مور. وهنا في الحالات اللي زي كده برضو بريفير للانكولوجي هوسبيتال، وغالبا بيعملوا ليمف نود بايوبسي ويشوف هل دي كورونيك نان سبيسيفيك ليمفادينايتس ولا ليمفوما. الجدول ده بيوريني الـ common manifestation of childhood malignancy. الـ manifestation ايه؟ يعني حالات ساعة بتبقى الفيفر زي ما قلنا، persistent او recurrent infection، حالات النيوتروبينيا بيبقى معاها في الـ CBC، غالبا في حالات الليكيميا بيبقى فيه مع نيوتروبينيا كمان. خلاص في يعني زي ما احنا شايفين الـ manifestation ممكن تاخد كذا سيستم. كان الليكيميا بي كيورد fortunately زي ما قلنا قبل كده، ممكن 90% مع ريسنت تريتمنت فعلا بيحصل لهم كيور. وعشان كده بنقول ان النيو مودلز اوف ثيرابي بالذات الكيموثيرابي، ونواديز طبعا البون مارو ترانسبلانتيشن، زود الانسنس اوف سكسس اوف حالات الليكيميا. وات از ذا سيرفايفل ريت اوف تشايلد هود كانسر؟ بيكوز اوف ميجر تريتمنت ادفانس ان ريسنت ديكيدز 84% اوف تشيلدرن وذ كانسر سيرفايف 5 يير اور مور. احنا في حالات الكانسر ما بنقولش ان هو بيعيش فتره كذا، بنقول 5 year survival rate، الريت في الفتره اللي يقدر يعيشها الطفل 5 سنين. الانسنس بتاعه قد ايه؟ هنا بتوصل 84% وساعات بتوصل 90% كمان. اوفر اول ذيس از ا هيوج انكريز سينس ميد 1970 وين ذا 5 year survival rate was about 58 only. عشان كده بنلاحظ ان كل ما يعني زمان كان السكسس ريت قليل، دلوقتي الحمد لله بقى احسن بكتير من قبل كده. هاو كان وي بريفنت تشايلد هود كانسر؟ زي ما قلنا قبل كده غالبا بتبقى لو هو اكسبوجر تو راديشن اور كيميكالز نتراي تو افويد. بقصه السي تي سكان في الايرا في اخر سنتين عشان موضوع الكورونا، طبعا اي واحد كان بيجيله شويه رشحه او برد يجري يعمل سي تي، ده طبعا ده يعني اكبر حاجه غلط اتعملت، لان اكسبوجر تو راديشن ساعات السي تي سكان بيبقى هازارتس يمكن 100 تايم اور 200 تايم مور ذان اكس راي. شوفوا قد ايه السي تي سكان فيري هازارتس للتشيلدرن. دي بتوريني الجدول ده الكومن كيموثيرابيوتيك ايجنت يوز ان تشيلدرن، اشهرهم عندنا الميثوتريكسيت، في ساكسيميركاب تيوبيرين، في سايتارابين، في سايكلوفوسفامايد. داس كيمو افكت الهايت؟ يس، الكيموثيرابي بيافكت الهايت اوف ذا تشايلد وبيسلو اب الجروث. وين كيموثيرابي از جيف الون وذاوت راديشن تشينج ان جروث ريت موست اوفن شورت تيرم، ممكن بيرجع تاني بيكاتش اب افتر فينيشينج ذا تريتمنت، اند اوفر تايم ميني تشيلدرن كاتش اب تو نورمال جروث باترن افتر ذا تريتمنت زي ما قلنا.
What's the life expectancy after chemotherapy? During third decade, proportion of survivor treated with chemotherapy alone increased from 18 in 1970 to 1979 to 54% from 1990 to 1999. يعني كل ما ده الحمد لله بيبقى فيه بروجريس وفيه تطور في التريتمنت. Is chemotherapy painful for kids? Yes. بيعمل هيدك, بيعمل muscle pain, بيعمل stomach pain, وساعات بيعمل كمان nerve damage, and بيعمل burning numbness وtingling في الhand and feet. If this happening, your doctor can prescribe medicine. طبعا غالبا بتبقى حاجات energetic يعني. ساعات بنوصل لترامال أو ترامادول في بعض الحالات. What are the common side effects of chemo? شايفين كل side effects دي, دي side effect of chemotherapy. الكيموثيرابي يعني مش عايز اقول لكم قد ايه بتبقى فيري بينفول للاطفال واحنا بنديها. ممكن يعمل فاتيك انيميا, ممكن يعمل هير لوس, نيزيا, فومتنج, ايزي بروزنج وبليدنج, ابيتايت تشينج, كونستيبيشن ودايريا, انفكشن, ماوث تونج وثروت بروبلم such as سورز اند بين وذ سوالوينج, بريفرال نيوروباثي اور اذر نير بروبلم such as numbness, tingling اند بين, skin and nail changes such as dry skin and color change, urine and bladder changes and kidney problem, weight changes, chemo brain which affect the concentration and focus, mood changes, بيحصل change in libido and sexual function لو هو older, and fertility problem later on. عايزين نتكلم شوية عن حاجة بقى احنا بنلمسها كبيدياتريك اي سي يو دكتورز, حاجة اسمها tumor lysis syndrome. اللي بيحصل اي كيموثيرابي لما بيخش على الجسم الطفل بيكسر التيومر سيل او الكانسر سيل, بيحصل ليز دي شويه ميتابولايتس, ميتابولايت دي بتسيركليت ان ذا بودي بتعمل فيري هارمفول افكت على البيبي. عايزين نشوف الكلام ده. التيومر لايس سيندروم ريفير تو كونستليشن اوف ميتابوليك ديستربنسز ذات اوكير وان لارج نمبر اوف نيوبلاستيك سيل كيل رابيدلي اند ليد تو ريليز اوف انترسيلولار ايونز اند ميتابوليك باي برودكت ان سيستميك سيركيليشن. ايه السيمبتوم اوف تيومر لايس سندروم؟ الاطفال غالبا بيجي لهم نيزيا, فومتنج, دايريا, ماسل كرامب اور تويتشز, ويكنس, نامنس اور تنجليك, ديكريز ديورينيشن اند فاتيك. وات لابس انديكيت تيومر لايس سندروم؟ بنعمل كومبرهنسيف ميتابوليك بانل. غالبا اشهر حاجه بيعملها التيومر لايس سندروم الهايبر يوريسيميا, ودي تبقى فيري دينجرس على الكيدني. من شويه الدكتور فتح بيه كان بيتكلم على الحالات الاكيوت اكيوت رينال انجري, ودي من ضمن الحالات اكيوت رينال انجري فعلا, ان اليوريك اسيد لما بيعلى في البلط بيخش على الكيدني بيعمل اكيوت رينال انجري, بتبقى مشكله كبيره جدا, وساعات بنحتاج لغسيل كمان, بنحتاج رينال دايلس. غير الهايبر يوريسيميا بنعمل, بيحصل هايبر كاليميا, هايبر فوسفاتيميا, هايبر يوريسيميا زي ما قلنا, والهايبوكالسيميا كمان, كمان البي او ان بيعلى والكريات بيعلى واللاكتيت ديهيدروجينيز كمان. كان يسرفايف لايس سندروم, تيومر لايس سندروم, البروجنوزز بيدبند على الاندرلاينج بريجنسي كاركترستيك. عموما ان التيومر لايس سندروم في حالات الليكيميا بتبقى مور بيتر ذان او الهيماتولوجيك كانسر جنرال بيبقى مور بيتر او البروجنوزز مور بيتر ذان حالات السوليد تيومر. بتوصل في حالات هيماتولوجيك مالينسي زي الليكيميا ل 15%, وايل سوليد تيومرز زي الولمس تيومر ممكن توصل او نيوروبلاستوما ممكن توصل يمكن للدبل 36%. هاو تيومر لايسيس سندروم از تريتد؟ تريتد باي, ودي نقطه مهمه جدا, دي مش احنا بنعملها عندنا, احنا للاسف احنا بنشوف الايفكت بتاعها مفروض في البيدياتريك وورد. بيتعالج بانتنسيف هيدريشن وانتنسيف دايريسيس. الانتنسيف هيدريشن للاسف ساعات بندي الاطفال 3 و4 لتر سوائل, ده بيدخلهم في اوفر هيدريشن, واكتر مشكله يمكن بنشوفها حالات الهارت فيلير ديو تو اوفر هيدريشن. وبنضطر طبعا ان احنا نبتدي ندي لاسكس, وبنعالج طبعا الهارت فيلير كسكند كومبليكيشن للتيومر لايسنس سندروم. كمان بنستخدم اليوبرينول علشان وحاجه اسمها روزبيكاس, ده علشان خاطر حالات الايه رينال افكتس. ده جدول بيوريني الليت افكت بتاع تشايلد كانسر والتريتمنت.
زي ما احنا شايفين بيبقى له نيورو كوجنيتيف ديس اوردرز ونيورو سنسوري كومبليكيشن ونيورو موتور واندوكراينر كومبليكيشنز وريبرودكتيف كومبليكيشن وكارديك زي ما قلنا من شويه لحالات الاريزميا بيحصل كارديوميوباثي ساعات بيحصل بريكارد ديفيوجن بنشوفها كتير جدا عندنا في البيدياتريك اي سي يو كمان بنشوف جي اي تي بروبلم كمان الهيباتيك افكشن از فيري امبورتنت وساعات الانزيمز بتعلى لارقام خياليه والبيلروبين طبعا بيعلى كمان زي ما قلنا من شويه الرينال افكتس زي ما بيحصل رينال انسفيشنسي واكيوت رينال انجري في كمان نقطه هنا الحالات الكانسر بيشنت جنرالي بيبقوا اميون ديفيشنت غالبا بتبقى او ساعات كتير قوي بنبقى في حيره هو اميون ديفيشنت بيشنت بنعمل سي ار بي بنلاقيها عالي جدا بنعمل بلاد كلتشر بنلاقيها بوزيتيف لبعض الانتيبيوتكس احنا بقى عندنا حيره لان انا عندي بيشنت كانسر وعنده سيفير انفكشن وفي نفس الوقت عنده هيباتيك ورينال افكشن في الحالات زي كده لما بستعمل انا غالبا بستعمل حاجات فيري اجريسيف تريتمنت لانه اصلا اميونو ديفيشن زي فانكو مايسن تاينام لما بلاقي عنده رينال وهيباتيك افكشن طب هدي ازاي فانكو مايسن وعنده رينال افكشن او عند ادي زي تاينام وعنده هيباتيك افكشن الحالات دي كلها ليها سايد افكتس على الاورجانز دي فبتبقى في حيره فعلا يعني ان احنا ازاي نعالج مريض زي كده بنضطر طبعا ان احنا نعمل نأجست الدوز ساعات بنستخدم حاجات مور سيف حاجات تانية فبيبقى فعلا حيرة احنا في البيدياتريك اي سي يو الحالات اللي زي كده بتبقى صعبة ويمكن انا عايز اشكر زمايلي او كل واحد بيشتغل في المجال ده في البيدياتريك انكولوجي سواء بيدياتريك ديبارتمنت او بيدياتريك اي سي يو لان فعلا الحالات اللي احنا بنقابلها حالات صعبة جدا وبتبقى عايزة صبر وبتبقى عايزة يقظة 24 ساعة الدكتور اللي بياخد نبطشية 24 ساعة ما بينامش فعليا لو عنده حالة واحدة تعبانة حالة واحدة ما بالك بقى لو عندي مثلا وورد في خمس سراير وعندي مليان طبعا فبتبقى مشكله جامده جدا يعني كان تشايلد بي كيرد اوف ليكيميا موست تشايلد تشايلد هود ليكيميا اون ار فيري هاي ريميشن ريت وسام اب تو 90% وذ ا بروبر تريتمنت طبعا الريميشن ذا دكتور سي نو كانسر سيل ان ذا بودي موست كيدز ار كيرد اوف ذا ديز ويتش مين ذات ذي ار ان ا بيرمننت ريميشن بنقول حاجه على البريست فيدنج طبعا اي حاجه من غير اي موضوع من غير ما نتكلم على البريست فيدنج يبقى مش ملوش اهميه يعني البريست فيدنج لوحده بالذات لو في خلال اول 6 ل 9 شهور بيقلل انسنس اوف كانسر في البيدياتريك بيشنت اب تو 20% فدي حاجه بنقولها نحاول على قد ما نقدر ان احنا انكرج البريست فيدنج ولو في اي مشكله عند الام نحاول ان احنا لما نختار لبن نختار لبن يكون اقرب ما يكون للبن الام الجدول ده بنهي بيه هو ده شغلنا عامه في البيدياتريك اي سي يو الانكولوجيك ايمرجنسي اي ايمرجنسي ممكن تخطر على بالك غالبا بنشوفها في البيدياتريك اي سي يو على فكره السؤال ده جاء في الام دي من كام سنه هو جاء كده انكولوجيك ايمرجنسيز طبعا زي ما قلنا بيمسك الموست اوف ذا بودي سيستمز عندك الميتابوليك زي ما قلنا بيعمل هايبروريسيميا هايبركاليميا هايبرفوسفاتيميا بيعمل هايبوناتريميا وهايبركالسيميا وهايبوكالسيميا ساعات هيماتولوجيك بيعمل انيميا وده على فكره حالات الانيميا بالذات حاله الليكيميا احنا ساعات بنحتاج كل يوم مره وساعات مرتين ننقله دم تخيلوا حضرتك بيشنت جاي لك في البيدياتريك اي سي يو الفتره اللي هيقعدها بيحتاج تقريبا كل يوم مره او مرتين نقل دم ده غير نقل صفائح كمان انا ساعات بننقل 12 وحده صفائح كل يوم نعم الرديت طبعا لازم لان انت كل شويه تانية بتغير وما ينفعش يحصل كروس رياكشن زي ما قلنا سروم سيتوبينيا طبعا الدي اي سي او ديسيمينيت انتراباسكل كواجولوباثي دي بتبقى في الاند ستيج غالبا او عامه في ال ال ال, ال الحالات دي غالبا لما بتجينا غالبا في المالتيبل اورجان سيستم فيلير زي ما قلنا من شويه بيبقى عندك في رينال افكشن وهيباتيك افكشن غير الاميونو ديفيشنسي غير عندك في هارت فيلير فعندك ريسبيرتوري فيلير بتضطر تحطها على الفنت فالحالات اللي بتجينا كده بصراحه بتبقى حالات صعبه جدا يعني فيا رب يكون يعني المسج بتاعتي وصلت انا يعني عايز اوصل اتنين مسج المسج الاولانيه ان مش كل حد يسمع ان طفل جاله لوكيميا لا هو مش معناه ان هو خلاص هيموت لا بالعكس الحمد لله السكسس ريت وصل دلوقتي اب تو 90% الحمد لله مستشفياتنا بتستقبل الحالات البيدياتريك زي ما قلنا الثلاث صروح
الكبيرة أو الضخمة اللي عندنا في مصر، سواء معهد القومي الأورام أو مستشفى 57 أو عندنا في مستشفى دار السلام العام اللي بتشرف إن أنا بشتغل فيها. فأهلا وسهلا بيكم طبعا لأي حالة عايزين تحولوها عندنا. المسج الثانية إن our rule as a pediatrician لو early pickup of cancer child، فبليز ما تستخسرش في طفل لو جاي بجنرال مانيفستيشن زي فيفر بقى لها اسبوع او اكتر، ارثرالجيا بس ريكارنت، طفل جاي له صداع او اريتيتد، طفل عنده ليمف نودز كبيره شويه، ما تستعجلش في انك تعمل له سي بي سي، بليز سي بي سي بس، سي بي سي دي ممكن تنقذ حياه طفل. الف شكر وميرسي، ميرسي جدا على وقتك معايا وتحت الفرصه دي. شكرا دكتور ايمن بيه. طبعا it is the duty of the general pediatrician to become